تخيل معايا كده ان مكتبك في منطقه فيها 26 بنك والبنك المركزي والبورصه المصريه بجانب منطقه الوزارات والقصر الرئاسي، منطقه الحي المالي اول منطقه تشغيليه بالعاصمه الاداريه الجديده بنسبه انشاءات تخطط 85%، منطقه مفيش غيرها في مصر ومش هتتكرر لمده 200 سنه قدام. يعني عندك عامل الندره موجود لانه هو اكتر مكان مميز موجود في مصر حاليا. انت متخيل مكتب في منطقه زي ده يكون عائد الاستثماري بتاعه عامل ازاي؟ يعني ببساطه مكتبك هيتاجر بدون اي مجهود باعلى عائد استثماري. طبعا بعد كل الكلام ده اكيد هتقول لي السعر خرافي، بالعكس انت ممكن تمتلك مكتب بمقدمات تبدا من اول 700 ألف، توصيل تصل ل 6 سنوات. لو عايز تفاصيل اكتر سجل بياناتك معانا ونتواصل معاك فورا.